أهل علينا شهر الصيام، شهر الجود والخيرات، شهر القرآن والمسرات. أهل علينا بيمن وإيمان وسلامة وإسلام. لك الحمد ربنا أن بلغتنا هذا الشهر المبارك، آمنين طائعين سالمين. لك الحمد ربنا أن بلغتنا شهر رمضان، وأكرمتنا بحضور الصلاة في مساجدنا، وجعلتنا من القاصدين للصلاة في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ زايد الكبير، في سكينة وطمأنينة وبركة ورحمة. فلك الحمد ربنا كثيرا كثيرا. شهر فتحت فيه أبواب الجنان، وأغلقت فيه أبواب النيران، وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. أهل علينا شهر مبارك نفرح به ونسعد، كما فرح به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما بشر به أصحابه رضي الله عنهم قائلا: أتاكم رمضان شهر مبارك، وكان يدعو: اللهم بارك لنا في رمضان، وكيف لا نفرح به ونهنئ به أحباءنا، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كيف لا نفرح وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويا سعادة من صامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر نجتمع فيه على الطاعات والقربات، شهر لا ترد فيه دعوة الصائم، والله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وثواب الصائم يجزي به ربنا تبارك وتعالى. فكل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. مرحبا بشهر القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فبشرى لقارئ القرآن، له بكل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا القرآن يهدي صاحبه للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين. أقبل شهر الجود والإحسان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فهنيئا لمن اقتدى بهديه، وجاد بكرم وإحسان، وأكثر من الصدقات، وأعان المحتاج، وأسعد من ضاقت به الدنيا، ونفس عمن به كربة، فكان الله في عونه ومسعاه، موفقا له وميسرا. فأهلا بهلال رمضان، ومبارك عليكم الشهر، اللهم سلمنا له وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا، وأعنا على صيامه وقيامه. ونبارك لدولتنا الحبيبة ولقيادتنا الرشيدة هذا الشهر الفضيل، ونبارك لرئيسنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، وإخوانه الحكام ونائبيه وولي عهده الأمين، ورحم الله والدنا المؤسس باني هذا الصرح العظيم الشيخ زايد طيب الله ثراه، أدام الله علينا الأمن والأمان والازدهار والاستقرار.